السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال المبتدأ والخبر. إذا الصفحة 474 175 على بركة الله. إذا غنشوفوا الجمل. شوف هنا مهم دابا شي حاجة قريتوها. المبتدأ أنواع الخبر قريتوه، المهم غنشوفوا مثلا نبداو هنا. المبتدأ: الدراجة معرفة، القرية معرفة، هادو كل مبتدأ. الدراجة محطمة، الدراجة معرف، القرية هي معرف. لاحظوا بعد أول ملاحظة أن المبتدأ كيكون معرف، صافي ضروري تكون مع شي حاجة. هنا محطمة خبر مفرد، مفرد. هنايا أهلها. هنا نجينا الخبر جملة اسمية. دابا باش غدير خبر جملة اسمية؟ دابا ملي كيقول لك أستاذ أعطيني جملة، كتقول له: الساحة واسعة، التلميذ مجتهد، اللاعب ماهر. هذه كلها الخبر ديالها مفرد، ولكن إلا قال لك أعطيني جملة فعلية، قال لك أعطيني جملة اسمية، الخبر ديالها جملة اسمية. بحال هذه مثلا: أهلها القرية أهلها طيبون، تقول ليه. الساحة أشجارها مورقة. المدرسة أبوابها مفتوحة. الأسرة أهلها طيبون. المحفظة أدواتها مرتبة. وهكذا كدير ديما واحد، أو إذا كان الجمع كتقول مثلا: اللاعبون زيهم موحد، لباسهم موحد. كانوا نساء راه تقول هن، فهمتي. الضحية هنا عاوتاني غنجيو الجملة. هنا المبتدأ ها هو الضحية يحبها. شو لاحظوا هنا؟ كيبدا بفعل. الضحية يحبها سكان القرية. هنا بطبيعة الحال ناخدها في السياق ديال النص. الضحية يحبها سكان القرية. اللاعب يلعب في الملعب. الولد يجري. كدير وراه فعل، كدير مبتدأ وتتبعو فعل. غير كتبعو فعل كيتسمى الخبر جملة فعلية. صافي نجيو هنا. هنايا عاوتاني: ما أحد. هذا هنايا بحال خبر لعين ينزل بالأسرة، خبر لعين. هنا راه هو الخبر كيبان لنا نكرة، ولكن ما يكونش نكرة هكاك، خاصنا ضروري نوصفوه. خبر لعين، خبر سعيد تسمعه الأسرة. ضروري توصفه بنعت. هذا راه نعت، يعني نكرة موصوفة، يعني تبع نعت. هذا خبر لعين، اللعين راه نعت، فهمتي. ينزل راه جملة فعلية. نجيو هنا: ما أحد. لاحظوا معايا ما مسبوقة بنفي. مصدق الخبر، مصدق الخبر، هاد مصدق الخبر ماشي جملة. هاد مصدق الخبر ماشي جملة، ماشي شبه جملة، لأن كانت شبه جملة خاصها تبدا بحرف الجر أو تبدا بالظرف، بين، تحت، فوق، أمام، وراء. هادو ظروف ياك، خاصة يكون بادي بما، ما بادي بوالو، بهادشي ما بادي بلا باسم. لا كان اسم خاصو يكون فيه ضمير باش نسميوه جملة اسمية. المهم انا كان الشرح، انا نشرحه شوية فهم شوية الاستاذ. هنا عاوتاني مبتدأ نكيرة مسبقة باستفهام، يعني ميمكنش يجينا المبتدأ نكيرة هكاك ما معاهاش هاد الحالات. اما يكون معرف، او يجي نكيرة موصوفة، او يكون سابقه نفي. ما أحد، يعني لا أحد مصدق للخبر. أشيخ، هذا سؤالك، الهمزة ديال الاستفهام. بين، هذا مهم، هذا بين أطفال توأماني، في البيت أطفال. هذه جملة اسمية، جملة اسمية. واسمع، جملة اسمية هذه علاش؟ حيت الجملة ملي كتبغي تعرب شي جملة، إما جملة اسمية إما جملة فعلية. هنايا هذه جملة واش كتبدا بفعل؟ واش كتبدا باسم؟ لا، كتبدا بظرف. والظرف لما عندنا كيكون عند الخبر كيكون شبه جملة من الظرف أو من الجر. فين ما تلقى جملة بادية بظرف أو بادية بحرف جر، مثلا نقولوا في المدرسة تلاميذ. تلاميذ راه هي الأصل، نقول تلاميذ في المدرسة. بحال هنا، هذا راه مبتدأ مؤخر. المهم اللي مبغاش يسمع راه يزيد الفيديو، يدخل يسمع الأسئلة ديالو ويجاوب. هنا هذه الأصل ديالها، هذه توأماني بين الأطفال. هنا أطفال، أطفال
في البيت. نكرة مسبوقة بالجار والمجرور. يعني امتى كيكون هنا، امتى كيكون في امتى كيكون نكرة؟ في هذه الحالة الا درناه مؤخر، حيث مسبوق لينا باش اما بظرف او بجار ومجرور. اما باش نقول اطفال رائعون، لا ما يمكنش. هذا ما يك... ما درتيه نكره، ما هو خاصو، ما درتيه هو بجوج ما خدامش، خاصو يكون معرف بهذا الشيء اللي شفنا. المهم على اي نمشيو، لاحظ الجمله الموجوده في الجدول، انها جمل اسميه مبدوءه باسم اوتي به لبدء الكلام وتحدث عن دراجه القريه. ماذا نسمي الاسم اللي اوتي به في اول كلمه؟ مبتدا. وما الذي يكمل الجمله مع المبتدا؟ الخبر. هذا باينين. كيف اتى الخبر في الجمله السابقه؟ الجمل السابقه أتى ها هو مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، مفرد، مفرد، شبه جملة. ما أحواله؟ ما هادو أحوال اللي قلنا هما اللي قرينا له. المبتدأ اسم مرفوع يأتي في أول الجملة غالبا، غالبا. علاش غالبا؟ حيث ممكن يأتي مؤخر. والخبر يكون مع المبتدأ جملة، يكون مع المبتدأ جملة مفيدة، ويأتي مفردا أو جملة فعلية أو اسمية، أو شبه جملة، أي ظرفا أو جارا ومجرور. تأمل الجملتين، القرية أهلها والضحية يحبها. كيف جاء الخبر فيها؟ الأولى أهلها، جات أهلها طيبون، جملة اسمية. وجملة اسمية هذاك الخبر، هذا خبر أهلها طيبون، يعني جملة اسمية. شنو يكلم الجملة؟ يعني فيها مبتدأ وخبر، راها أهلها مبتدأ وطيبون خبر، والجملة كلها في محل رفعين خبر ديال القرية. صافي. الضحية يحبها سكان القرية. الضحية مبتدأ يحبها، نعربها نقولوا فيها المضارع مرفوع بالضم الضار الآخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ها، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. سكان عفوا نقولوا يحب فعل مضارع مرفوع ها مفعول به، سكان فاعل وهو مضاف، القرية مضاف إليه، والجملة يحبها كذا كذا في محل رفعين خبر ديال الضحيه. كيف جاء الخبر فيهما؟ قلناه. لاحظ ان الخبر الشمال على ضمير يعود عن بجوجهم، لا في الجمله الفعليه لا في الجمله الاسميه، خصو يكون فيها ضمير كيرجع. وبطبيعه الحال كان جمله فعليه ماشي بضروره ضمير تشوفه، فهمتي؟ ضمير مستتر ماشي بالضروره يكون. وهذا اذا كان الخبر جمله فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا، وهذاك الضمير اللي تكلمنا عليه. تامل جملتين، القريه واهلها قلناها. نشوفوا التحتية، قارن بين المبتدأين في الجدول ألف وباء. بعد ما نقارن نشوفوا شي حوادث تسير القرية، حوادث تسير في تزايد. شنو نقارن؟ المرأة من أطيب أطيب الناس. هنايا هنا هو هذا مفرد، هذا خبر مفرد، هذا خبر جملة اسمية، هذا خبر جملة فعلية، هذا خبر شبه جملة. ونزيد هذا شفناه، هذا حاول تصير في خبر شبه جملة في تزايد. ما أحد، هذا مفرد راه شفناه. أشيخ قادم، هذا قادم هو الخبر مفرد. بين الأطفال، هذا خبر هو شبه جملة مقدم من الظرف، وهذا مبتدأ مؤخر. هنايا صافي ما عندنا من المبتدأات، المهم راه نفس اللي قرينا في الجدول. متى يأتي؟ إذن متى يأتي المبتدأ نكرة مفيدة؟ إذا كان نكرة مفيدة، إذا وصفت، إذا أضيفت، إذا سبقت بنفي، إذا سبقت باستفهام. الشيء اللي شفنا في الجدول أول الدرس من المواضيع التي يأتي فيها المبتدأ النكرة المفيدة بعد لولا وإذا، الفجائية، وهذا إعراب. القرية بين نوع الخبر فيما يأتي واذكر الرابط. القرية بساتينها جميلة، بساتينها هي، بساتينها جميلة هي الخبر. نوع جملة اسمية، ضميرها اللي مع بساتينها. أهل القرية يتسامعون بالخبر، يتسامعون جملة فعلية، واو الجماعة ذاك الفاعل ديال واو الجماعة. شيخ طيب جمع أهل القرية، جمع أهل القرية.
لا، في جملة فعلية ضمير تقديره هو اللي يتقل، الفاعل ضمير الرابط هو الفاعل اللي تقديره هو. كبرى عمرها، إذن هنا عمرها 12 عاما. جملة اسمية، الضمير أو الضمير هو ها إيتي بثلاث جمل أخبار مبتدئة فعلية. المؤمن يحب الخير لأخيه، يحب الخير لأخيه هي الخبر. جملة أخرى، اللاعب يراوغ بمهارة. العداءات يتمرن بانتظام. إيتي بثلاث جمل أخبار مبتدأتها جملة اسمية، الحديقة أزهارها مختلفة. مراكش مآثرها خالدة. حنا كنا درنا في ديك فرصها، ممكن دير الجمع، تقول المقابلات فرصها وطيب حالها فرصها. نعم، اللاعبون ملابسهم أو زيهم موحد. الفتيات فساتينهن مزركشة. هنا بالنسبة هذا جملة اسمية، جملة شبه جملة. الطيور على الأغصان، في السماء نجوم مضيئة، الصغار تحت ظل الأشجار. بالنسبة للإعراب، في التأني سلام في لهجة ندمة، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التأني اسم مجرور، علامة جر الكسر مقدر على الياء، منع دورها الثقل أو الثقل. شبه الجملة، في التأني في محل رفع الخبر مقدم، هذيك في التأني راهي الخبر. سلامتي أو سلامة عفوا، مبتدأ مؤخر مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وديك واو العطف. وسبل في العجلة الندمة نفس الإعراب ديال في التأني سلام. صلوا على رسوله.